من احنا كمان بنحتفي بقوة مصر الناعمة وفنانينا. النهاردة كمان توفي الفنان محمد رضا اللي اشتهر بلقب معلم السينما المصرية، وكان دايما بيقدم شخصية ابن البلد في معظم أعماله. محمد رضا طبعا هو أشهر معلم زي ما انت قلت في تاريخ السينما المصرية، اشتغل في السينما، في المسرح، في التلفزيون، في الإذاعة، ليه أعمال إذاعية كتير، كان ليه رصيد فني كبير جدا تجاوز 350 عمل، كان أشهرهم كان آخرهم المسلسل التلفزيوني الشهير ساكن قصادي اللي شفناه يعني على شاشات التلفزيون. خلينا نشوف تقرير بيرصد أهم ملامح الفنان محمد رضا. أنا عبد الجبار اللي اتغدى بالولعة واتعشى بالنار. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد رضا الذي اشتهر بلقب معلم السينما المصرية لبرعته في تقديم شخصية ابن البلد التي لمست معظم أعماله. دوري معلم برضو زي ما انت شايفة، بس المرة دي معلم مختلف شوية لأني معلم كشراتي. يعني ايه؟ كشراتي يعني ببيع كشري. كشري. ولد محمد رضا بقرية الحمرة في محافظة أسيوط، وحصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرته الفنية بتأدية الأدوار الثانوية، وتتلمذ محمد رضا على يد يوسف وهبي وزكي طليمات. أرض تلف حوالين نفسها. أرض تلف حوالين نفسها؟ يا الأرض دي كانت إيه؟ نحلة؟ أرض بتلف يا فندي؟ أرض بتلف يا خوجة؟ عمل محمد رضا في بداية حياته مهندس بترول، لكنه استقال وذهب إلى يوسف وهبي الذي ساعده بشكل كبير ورشحه لفيلم زقاق المدق الذي كان سبب ارتباط الفنان الراحل محمد رضا بشخصية المعلم. محسوب الجنج له شف شف شفتورة يعني. من أبرز أفلامه 30 يوم في السجن. أنا عمري ما شفت واحد داخل الكلوب عشان شنب. تبان عليك مجنون. مجنون؟ مجنون يعني. بنت اسمها محمود، غاوي مشاكل، العتبة جزاز ومعبودة الجماهير. أنا كمان مخنوق يا استغلول، أنا محكوم عليا بغرامة مش قادر أدفعها، بشتغل بيها مصاريف بس أنا فاهم. لم تكن موهبة الفنان محمد رضا بعيدة عن المسرح والتلفزيون والإذاعة، حيث شارك في مسرحيات عديدة ومسلسلات أبرزها علي بيه مظهر، يوميات جدلة، وألف ليلة وليلة. أنا شويش مغاوري، طفيتوا الحريقة؟ واتطفوها ليه يا بارد؟ مالك انت ومال شغلنا؟ اتفضل ولعها تاني. أما في الإذاعة فقدم عدة أعمال منها حكاية الترولي، حتى بلغ رصيده الفني في السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة ما يزيد عن 350 عملاً، وكان آخر أعماله مسلسل ساكن قصادي. ما هو أصله كله بيبقى متكوم على قرن الطور ده، عشان كده سموه كوم. توفي محمد رضا يوم 27 من رمضان الموافق 21 من فبراير عام 1995 عن عمر ناهز 74 عاما. أخمه يعني؟ أخمه؟ أيوه يعني خاله.